بوغين سوريا إدلبتيس. إن الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحرب والصراع والاحتلال والكوارث للأسف لا يمكنهم أن يكبروا كغيرهم. نزعت معظم حقوقهم الأساسية. نريد أن نفعل شيئاً من أجلهم، ونريد أن نسمع أصواتنا للعالم. هؤلاء الأطفال لهم الحق في النمو والتطور واللعب والعيش بأمان. آمل أن يحصلوا على ذلك في أقرب وقت ممكن. Thank you.